لست مرتاحة أبدا لطريقة استخدامي لقدراتي. أنا بدي أقول، بما إنه عم نحكي عن اللغة العربية، شفتك عم تدبلجي، شفتك ديما حاطة كم فيديو عم تدبلجي، وكثير حبيت، كثير حبيت هيك شلون الحروف اللثوية، يعني من زمان هيك ما سمعت هيك أنا بعرف شو عم بعمل. بدي تحكي لي عن تجربتك اللي جيتي بالدوبلاج، لأنه هاي الحلقة كمان مهمة، يعني الدوبلاج جزء من موضوع هذه الحلقة. هلا انا ححط كمان مقطع فيديو ورجي العالم شو بتصير، انه انت بتكون في قدامكم شاشه وبتحكوا معه وهيك، فبدي تحكي لي عن 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 هي العمليه، وبدي تحكي لي كمان عن انه قديش صعب انت لما بتمثل. هلا انا مثل عم بحكي بايدي وبحكي بوشي قديش صعب انت توصل الشعور اللي بدك اياه، قديش صعب توصل الحاله النفسيه اللي بدك تورجيها انت بصوتك بس، يعني انت ما فيك تتحكم بالصوره، بس انت ما عندك غير صوتك ومرتبط بالصورة بنفس الوقت. هلأ شوف، أنا بحس وبتحس كمان مرتبط بالصورة، يعني مربوط من كذا جهة، وبنفس الوقت في إحساسك، وبنفس الوقت هي. هلأ أنا بالنسبة إلي الدوبلاج دائما بحسه تفريغ طاقة، يعني بتلعب شخصيات مختلفة كتير. وبظن الفيديو اللي عم تحكي عنه تبع مسلسل قيامة أرطغرل هذا انعمل بالفصحى. أظن قيامة أرطغرل بحسه طبعا ممتع اكثر حتى من العامي، ونحن اشتغلنا عامي كثير. انا اشتغلت تقريبا شيء 40 مسلسل او اكثر دوبلاج عامي، غير الكرتون، غير الوثائقي كمان، غير الشيء الاعلانات، شيء اي في ار، شيء كذا. بس الدوبلاج في كثير ناس بيبعثوا لنا انه نحن كيف بدنا نتعلم دوبلاج. هي القصه مو تعليم، لانه نحن اول ما اجينا على مصر بابا كان ونحن معه من أول الأشخاص اللي عملوا دوبلاج سوري بمصر. كان عنا كذا مسلسل، وكل مسلسل فوق 100 حلقة. فكرنا بوضع نحن بحاجة لأشخاص يحكوا سوري، لممثلين. تخيل مثلاً مياس أنه يجيك ممثل دارس بالمعهد العالي للتمثيل وما عرف التكنيك تبع الدوبلاج، وشخص ما له علاقة، ما له ممثل، ودخل فوراً عرف التكنيك تبعه وصار أدوار بطولة فوراً. فالقصة نسبية، أنت بتحب القصة ولا لا، بتعرف تعطي فيها، حاسسة مستسيغة أو لا. ومشينا من بعد يعني هو سبحان الله. وفي ناس مع الوقت كتير اتطورت، كانت تجربة كتير حلوة، ولهلأ نحن طبعاً مكملين فيها. وفي إن شاء الله إن شاء الله، يعني هلأ ما فيني أبداً أقول لك شو اسم الفيلم، بس في فيلم ما في، مستحيل والله بيسحبوه فورا بعدين مني. بس كتورغان برودكشن رح يكون مفاجأة بإذن الله، رح ينعرض بالسينما. أحد المسلسلات اللي احنا شغلين عليها كنا بالزهرة وسبيس تون، بعدين رح ينعرض فيلم إنتاج تورغان برودكشن، بس رح يكون باللهجة المصرية طلبا من الشركة نفسها. وانا حضرتك والله بس ما عملتش صوت خالص، عملت المذيعة اللي موجودة هناك بس. لا يعني ما بيصير كده، لا ما بيصير كده ابدا، ما بيصير كده. طب بقول لك يا ديما، انا لهلا هون هيك تقريبا، يعني مع مين زع بحكي شوي بحكي سوري شو ما اصور يا دقيقه كلكنه يعني كلهجه يعني طارق من الشوام اللي على كيفك يعني. والان عليك ان تجعلينهم يشعرون وكانهم الاشخاص الوحيدون المميزون اطلاقا. تاخذين الطلب بعد ان تسالي بكل هدوء، هل يمكنك تخيل الوجبه التي التقديم مهم تماما مثل المذاق، هل تعرفين لماذا؟ مثل حسنا، إذا تذكرت أمرا واحدا تذكري ما سأقوله لك الآن. العميل الدائم طلعت طاقة.